مرحبا بكم في ليلة الديربي الساخنة للفريق المتصدر. لمسة وتمريرة، هنا الخطر، هنا أندرسون تاليسكا الذي كان يحاول الأجواء الباردة هنا في عاصمة العز الرياض، ستنفذ الآن من مشاري بوف أو بمبيتي مارتينيز. هذه المحاولة الكرة العرضية لكنها تدخل مارتينيز أو مشاري بوف، ينقل اتجاه الكرة جميلة، نجم السكر القصيم، المحاولة موجودة نصراوية، عودة الكرة أمامية شبابية خطيرة، المحاولة لأندرسون تاليسكا، كرة بمحاولة تدخل بين الفريقين، كرة موجودة ترسل المحاولة، محاولة تعود لها الشبابية خطيرة على الجناح الأيمن، لمسة من جديد تصل المحاولة إلى متعب الحكمية. الشباب الآن في وسط الملعب ولا إلى سامي، السلام، تقدم النجعي، محاولة خطيرة الشباب، المحاولة تصل، سلطان الغناب حط الكرة إلى يعني في بعض الأحيان صافو يحاول ينقل اتجاه الكرة الجميلة للبرازيلي، الكرة إلى وجود صافرة، ريبوف مشاري بوف يتقدم يحاول يلعب الكرة القحطاني اللي تواجده يعطي التواز، طويلة إلى السلطان، يحاول الغنام المرور يأتي إلى جوستافو، الكرة تعود إلى بيتي مارتينيز، مارتينيز يستعد لبيتي يلعب كرة خطيرة، أصعب ينقل اتجاه الكرة على اليسار جميلة، المحاولة من حارس المرمى والدخول من لاعب النصر، الكرة ينقل كرة للأمام، تتخلص الكرة من جانب متعب، كرة تعود لألي البرازيلي من جديد، ولكن الكرة إياغو سانتوس تغييرة طولية لكنها بعيدة إلى الآن من مشاري بوف يتقدم، ينقل كرة هتان، هتان يتقدم، ينقل كرة أمامية جميلة شبابية خطيرة على اليسار، الكرة عرض، الكرة شبابية، الخطورة الشبابية، كرة برا، المحاولة تصل، لمسة وانطلاقة، الهجوم الآن موجود لكن الكرة تذهب، الأخير المحاولة شبابية خطيرة، كرة بالكعب، الله، كرة مستمرة، تصل مارتينيز، الفراشة يتقدم، اللاعب الممتع في أرضية الميدان، والفرصة قائمة للشباب، تصويبة قوية، سكور يتقدم يلعب كرة، لكن الكرة تعود على كل، متعب الحربي عرضية شبابية من جانب الفريقين، الكرة عرضية تصل الآن، ولكن الكرة تتخلص ترجع لها من جديد، الكرة تصل إلى الفارو، ذهب ممكن يمر حتى سريع حتى يعدي حتى يسدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، نصر لدى لويس جوستافو يتقدم معطيات، وهنا ربما تأتي، هنا المحاولة خطرة، هجوم من الناحية اليمنى، كرة عرضية ولكن السداك، عودة الكرة إلى الخلف، المحاولة من المحاولة شبابية خطيرة، حسين يتقدم، الله، يتفوق في أوقات كثيرة من دقائق المكة، تصويبة محاولة، الكرة في الجول، الكرة الجديد خيبري، جميلة الكرة، الكرة العرضية، محاولة موجودة، سلطان الغنام الكرة تتخلص، فريق يتقدم داخل منطقة الجزاء عرضية، الشوط الأول كرة خطرة نصراوية برا، يتقدم متابع من جانبي، دعونا نستذكر تشكيلة واختيارات المدربين، أربي أندرسون لكنها لا تزال محاولة خطيرة، تاليسكا بالرأس إلى خارج نسبيا، لكن النصر الآن يعود، محاولة فيصل الذي خسر مباراة اليوم ضد النادي الأهلي، تمريرة لمشاري بوف، عودة الكرة إلى الفارو، التمريرة ممتازة، كرة عرضية تصل، أو عفوا عبد الله الخيبري خطيرة للنصر، العرضية ستصل، الكرة من كرة يمر الآن هتان بهبري، الكرة العرضية كذلك بجانب بيتي مارتينيز، كرة موجودة، ابحث حسين القحطاني عن تمرير كرة أمامية لكن السكور، وكذلك إيفر بانيكا، لكن التغطية كذلك الأدوار الدفاعية التي نشاهدها من جانب سامي النجعي، كرة إلى وجود صافرة وخطأ للليث الشباب، كنت قد ذكرت في الشوط الأول سافو جميلة، أندرسون تاليسكا قوية، الشباب والنصر تعادل السلب، ينقل كرة أمامية خطيرة شبابية، الكرة في الكول، لكن أوسبي واف العابد الثنائي الذي كان شبابية، الكرة في الوسط، يا سلام، الله على جوانكا التي حضرت في تمثيل الشباب والنصر، خلص
تلعب الآن من جديد، المحاولة ترسل إلى وجود صافرة، دم ينقل كرة جميلة، محاولة تاليسكا كيم لمسة وتمريرة، محاولة خطيرة والكرة إلى خاصة إلى صليهم، عبد المجيد يتقدم، الكرة تصل إلى جوانكا، كرة تعود على اليسار، هجوم قاول لكي يعود في المنافة إلى سعيد ربيعي، ربيعي في حالة الهجوم لكن خاطئة، عدت الكرة من جديد على اليسار، انطلاقة إلى وجود صافرة وخطأ، بيتي مارتينيز في تنفيذ الكرة نصراوية إلى فانيكا، يتقدم يرسل ديم الإضافة للفريق الشبابي، كرة موجودة أندرسون ينقل كرة إلى سامي لويس، كوستافو حط الكرة جميلة، محاولة الهجوم موجود، لا جامي لعب الكرة تاليسكا، بعد الآن من جديد لمسة أمامية.